في كل طريق تسير فيه لابد وحتما من منعطف يمين أو يسار، وأيا كان القرار يمين أو يسار فأنت الوحيد الذي تتحمل مسؤولية القرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. في البداية أحب أشكر الناس اللي دعمتني واللي عملت لايك وشير لفيديوهاتي قبل كده، واللي اشتركت في القناة، واللي فعلت زر الجرس عشان يصلها كل جديد. وأحب أشكر الناس اللي بعتت لي ملحوظات على تقنية الصوت وتقنية المونتاج، وأوعدهم إن شاء الله إن اللي جاي أحسن بإذن الله. ونخش على طول في موضوع الفيديو. بصراحة أنا كنت وعدت الناس اللي كانوا عاوزين جزء تاني لفيديو الحلال والحرام إن أنا هعمل لهم فيديو أو أكتر بيتكلم عن نفس الموضوع أو استكمالا وإسهابا في نفس الموضوع. والنهاردة هكلمكم عن مثل شهير كلنا بنسمعه وإحنا صغيرين. المثل ده بيقول إيه؟ حطها في رقبة عالم واطلع سالم. حطها في رقبة عالم واطلع سالم، يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما كنا بنبقى محتارين الشيء ده حلال ولا حرام نقوم نعمل ايه؟ يقولك حطها في رقبة عالم واطلع سالم. يعني مثلا ناخد موضوع دايما محير الناس من زمان ولغاية دلوقتي، اللي هو موضوع فوائد البنوك أو التعامل مع البنوك عموما. لما تحتار أو لما حد يحتار يا ترى الفلوس اللي حطها في البنك دي أخد عليها فوائد ولا لا، طب يا ترى التعامل مع البنك ده حلال ولا حرام، طب تساؤلات كتير قوي. فكان ايه عشان يسهلوا عليك كل ده يقول لك ايه بقى، حطها في رقبة عالم واطلع سالم. يعني دور على شيخ من الشيوخ اللي أجاز التعامل مع البنوك وقال إن فوائد البنوك حلال أو القروض من البنوك حلال أو أي تعامل مع البنوك حلال مثلا، وإنت دلوقتي لما تيجي تعامل مع البنك وحد يسألك ولا حاجة والله ده الشيء ده حرام أو في شبهة أو فأنت ترد وتقول إيه، ما هو الشيخ الفلان قال أو العالم الفلان قال، ويبقى أنت كده خلاص طلعت إيه من الموضوع سالم. يعني طبعا الكلام ده كلام هزلي وكلام مضحك، ولازم نفوق شوية من الغيبوبة اللي احنا كنا عايشين فيها، لأن كل إنسان مسؤول عن تصرفاته. ربنا ادانا عقل نفكر بيه، ولما ناخد قرار احنا اللي هنتحاسب على القرار ده. طيب يا عم إيهاب انت بتقول لنا الكلام ده يعني ما نسمعش لحد خالص، ما نسمعش لأي شيخ من الشيوخ ولا لأي عالم؟ لا 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 طبعا، اسمع للي انت عاوز تسمع له في العالم كله، بس انت عندك عقل ربنا ادهولك زي فلتر بيعدي حاجات وبيوقف حاجات، وساعة ما هتاخد القرار وهتقوم بفعل معين او بعمل معين انت اللي هتبقى مسؤول عن الفعل ده امام ربنا. انا مش متخيل ان الواحد يقف قدام ربنا يوم القيامة ويجي يحاسبه فيقول له والله ده انت عملت كذا كذا، فيقول له ما هو الشيخ الفلان قال والعالم الفلاني قال فانا مشيت على كلامه، فيقوم ربنا يسامحه بقى كده. طبعا كلام هزلي ومضحك. فاللي احنا بنقوله دلوقتي ان انت لما هتاخد قرار كويس انت اللي هتبقى مسؤول عن القرار ده. بيحضرنا هنا بمناسبة المثل ده والكلام عن الحلال والحرام أكتر من موقف بيدللهم على الكلام اللي أنا بقوله ده. أول موقف اللي هو مقتل الرئيس أنور السادات. طبعا اللي قتلوا السادات في منهم خد إعدام وفي منهم خد مؤبد 25 سنة. من ضمن اللي خد مؤبد واحد اسمه عبود الزمر، بعد ما قضى الفترة بتاعته و25 سنة طلع، وكان تقريبا طالع في فترة 25 يناير أو بعد كده
لما الإخوان وصلوا للحكم يعني. المهم بعد ما طلع استضافته منى الشاذلي، المذيعة منى الشاذلي في البرنامج بتاعها، ومن ضمن الكلام اللي سألته له أو اتكلمت معاه فيه عن مقتل الرئيس السادات، فرد وقال إيه؟ قال إن مقتل السادات كان اجتهاد خاطئ، يعني الشيخ عمر عبد الرحمن اللي هم خدوا منه الفتوى والمفتي بتاع الجماعة الإسلامية يعني قالوا اللي بيقولوا عليها إسلامية، لما أفتلهم إن السادات مرتد وكافر ودمه مهضور كويس، ده كان اجتهاد خاطئ، ضيعوا الراجل وقتلوه، وبعد 30 سنة بيقولوا ده كان اجتهاد خاطئ. فأنا متخيل دلوقتي مثلا لو عبود الزمر ده هيقابل ربنا، ولا خالد الإسلامبولي اللي هو اتعدم كويس في مقتل السادات واقف قدام ربنا وهيجي يحاسبه على قتل السادات، فيقول له لا، ما هو الشيخ عمر عبد الرحمن اللي افتى بكده وكده، بقى ايه بقى حطها في رقبه عالم، يبقى كده جابها في مين؟ في عمر عبد الرحمن اللي اصدر لهم الفتوى. طبعا كلام زي ما قلت كلام مضحك جدا يعني، ومفيش الكلام ده خالص. انت ادام اقتنعت بحاجه معينه كويس، انا نفسي عندي موروث ثقافي وعندي مخزون وعندي أقوال وقراءات لفلاسفة ومفكرين وشيوخ وناس كتير جدا، لما باجي هطلع واتكلم واقول حاجة ببقى أنا اللي مسؤول عنها أمام ربنا كويس. اقتنعت بشيء وأنا هنفذه ولا حاجة، قرار أنا هاخده أنا اللي مسؤول عنه أمام ربنا، مش هرجع أقول فلان قال وفلان عاد. في موقفين تانيين بس علشان خاطر ما طولش عليكم والفيديو يبقى طويل وتملوا مني، نخليهم للفيديو اللي جاي إن شاء الله. وفي النهاية لو الفيديو عجبك أو أنت حسيت أن أنت استفدت مني معلومة أو أضفت لك شيء، ياريت تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك وشير للفيديو وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وأشوفكم على خير في الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.